أخي الكريم، أتكلم لك على عدة نقاط بالمقدادية وعن الميليشيات المتنفذة والأحزاب التي تدعم هذه الميليشيات. نعم ابتداء من معامل الحصو والرمل، معامل الحصو والرمل تقع كلها في المناطق السنية في عرب جبور، لا يستطيع أي صاحب معمل أن يعود إن كان مهجرا أو كان باقيا في المنطقة نفسها أن يفتح معمله إلا بإدخال شريك من الأحزاب المتنفذة أو الميليشيات المتنفذة، ويعطيه هذا صاحب المعمل يعطيه نصف واردات هذا المعمل عنوة وقصرا بدون أي مبلغ وبدون أي دخول بالشراكة معه. نعم، يعني إلى نص الأرباح. هذا كلامي إلى نص الملك، إلى نص هذاك صاحب المعمل، آليات ومعمل كل كملاته قياته مثل ما يقول جهاد، لأن عنده هو بالحشد أو بالميليشيات أو بالأحزاب المتنفذة المعروفة هناك بدر وغير بدر، ويدخل ويا بالقوة ويأخذ ويا نص، يفتح يخليه يفتح، ما يدخل ويا نص غصبا عليه يأخذ من عنده نص، وإذا ما ينطي لا يقتله لا يهجره لا يأخذ المعمل مالته بالقوة عنوة. نعم، من الأحزاب يعني كل الأحزاب لو أكو أحزاب معينة تفرض هذا الشيء؟ بالأخص بدر مختصر مفيد، بالأخص بدر وجماعة العصائب أكثر شيء، هم هناك متنفذين بالمقدادية. نعم.